قصة عشق أميرة بحرينية وجندي أمريكي مغمور أشعلت مخيلة مخرج الأفلام الرومانسية، ثم زواج غزا الصفحات الأولى لصحافة الباباراسي وانشغلت به البرامج التلفزيونية ردحاً من الزمن. شهرة بطلي حكاية الأميرة والجندي طبقت الآفاق، فبات روميو وجولييت العصر. رغم هروب الأميرة العاشقة مريم آل خليفة متنكرة بلباس جندية بالمارينز الأمريكي مع الجندي العاشق جيسون جونسون من البحرين إلى لاس فيغاس مسقط رأس العسكري المتيم، وتحدي الأميرة والجندي عائلة آل خليفة حكام البحرين وتسببهما ببوادر أزمة دبلوماسية أمريكية بحرينية. إلا أن قصة العشق العاصف انتهت بعد بضعة أعوام بطلاق وندم وحسرة. فمن هي مريم؟ وماذا حدث؟ وكيف انتهت قصة الحب العاصفة؟ العشق الممنوع. ولدت الأميرة مريم آل خليفة عام 1980 بمدينة الرفاع بالبحرين، وهي إحدى البنات الخمس لعبد الله بن إبراهيم آل خليفة ابن عم ملك البحرين الحالي حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. نشأت الشيخة مريم كغيرها من بنات الأسرة الحاكمة البحرينية برغد عيش وترف وحياة بذخ. وفي يناير 1999 بمجمع تجاري بالبحرين التقت مريم العريف الأمريكي جيسون جونسون من قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة المتمركزة حينها بالبحرين كجزء من وحدة مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للأمريكيين المغتربين. فكان الحب من النظرة الأولى، فللجندي ذا 23 عاماً عرف أنها أميرة، وللأميرة ذات 19 ربيعاً عرفت أنه جندي أمريكي، حتى تبادل المكالمات الهاتفية ثم تلتها الاجتماعات السرية، إلى أن تم رصدها من قبل فرد من الحرس الوطني البحريني ليعلم عائلتها بالعلاقة بين الأميرة والجندي، ما أغضب أسرة آل خليفة البحرينية الحاكمة التي أجبرت الأميرة مريم والجندي الأمريكي على إنهاء العلاقة. ورغم منع مريم من رؤية حبيبها جونسون إلا أنها قررت مواصلة علاقتها به عن طريق رسائل سرية نقلها موظف في متجر مجوهرات بمجمع للتسوق لمدة 11 شهرا حتى نهاية فترة عمل جونسون في البحرين. الهروب. لم تستطع مريم أن تقاوم عشقها للجندي جونسون، وفي نوفمبر 1999 هربت برفقة العريف الأمريكي إلى أمريكا متنكرة في زي امرأة من قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة، واستخدمت وثائق نقل عسكرية وهمية صاغها العريف جونسون نفسه. ثم تزوجت الأميرة مريم الجندي الأمريكي في كنيسة لاس فيغاس في 16 من نوفمبر 1999، وبعد ذلك استقرت كربة بيت في سكن متواضع بأحد منازل قاعدة كامب بنديلتون لمشاة البحرية. مصيبة جونسون. لدور جونسون في فرار مريم من البحرين ورفض أسرة آل خليفة الحاكمة بالبحرين هذا الزواج الذي كاد يتسبب بأزمة دبلوماسية بين أمريكا والبحرين، ثم تقديم جونسون لمحكمة عسكرية أمريكية بتهمة تزوير وثائق عسكرية، لكن اهتمام جميع وسائل الإعلام بالقضية حال دون حبس جونسون، مع الاكتفاء بتجريده من رتبة عريف وتخفيضه إلى جندي، وهي أدنى رتبة في قوات مشاة البحرية الأمريكية قبل أن يتم تسريحه بعد شهرين. لجوء الأميرة. بسبب مواجهتها خطر الترحيل من الولايات المتحدة، قررت مريم التقدم بطلب الحصول على حق اللجوء السياسي بعد أن ساقت أسباب ومزاعم أمام المحكمة الأمريكية، منها احتمال الموت لعلاقتها وزواجها من غير مسلم، ولهربها من بلدها الأصلي بشكل غير قانوني دون الحصول على إذن من والدها أو حكومتها. كما زعمت الأميرة مريم حينها أنه حال عودتها للبحرين ستجلد وترجم وتقتل. قبل نشر تسريبات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن توقيف شخص كان ينوي اغتيال الأميرة مريم مقابل 500 ألف دولار أمريكي،
وبناء على هذه المخاوف تم منح مريم حق اللجوء في مايو 2001 لتصبح في حوزتها الإقامة الدائمة بأمريكا. العودة للبحرين. رغم ادعاءاتها السابقة حول خشيتها العنف أو الموت في وطنها البحرين، أكدت وكررت الأميرة مريم في مقابلات لاحقة أنها عادت إلى البحرين أواخر عام 2001 لزيارة عائلتها. مبررات مريم للتواصل مع أهلها كانت القلق بشأن العنف الذي يستهدف الناس من أصول شرق أوسطية بعد هجمات 11 من سبتمبر على برجي التجارة الأمريكي عام 2001. لكن الشيخة مريم عادت بعدها إلى لاس فيغاس مجدداً. ضجيج الإعلام. أصبحت الأميرة الهاربة والجندي العاشق حديث وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، كما أصبح ضيفين دائمين على أشهر البرامج التلفزيونية. وفي عام 2001 تم إنتاج فيلم تلفزيوني حولهما بعنوان الأميرة وجندي المارينز، حيث أدى مارك بول غوسيلير شخصية جونسون، بينما جسدت ماريسول نيكولز شخصية مريم. الفيلم تسبب بأحد أكبر الحروب بتاريخ الأفلام التلفزيونية للحصول على حق الرعاية بأكثر من 500 ألف دولار، ليستأجر مريم وجونسون بعدها شقة في مدينة لاس فيغاس حيث عاشا من الأموال التي درها عليهم الفيلم التلفزيوني. من العشق للطلاق. في 17 من نوفمبر 2004، بعد يوم واحد من الذكرى الخامسة لزواجهما، تقدم الزوجان مريم وجونسون بطلب للطلاق جراء ما أسموه عدم التكافؤ وعدم التوافق في الزواج. وفقا لجونسون فإن مريم انغمست بالحياة الليلية في لاس فيغاس وبدأت في تجاهله قبل أن تهجره بشكل كامل. وفي 31 من يناير 2005 ظهر جونسون وحده بدون مريم في حلقة تلفزيونية لمحكمة الطلاق، وقد شاهد الحلقة حينها آلاف الأمريكيين وهم يستمعون لجونسون يقول: هذا ما أرادته، في إشارة إلى رغبتها بالطلاق. بعد الطلاق اختفت أخبار الأميرة مريم باستثناء إعلان محاميها عودتها للبحرين، فيما بقي الجندي السابق جونسون مغمورا كما كان يعيش في منزل زوجة والده بعد أن فقد أسباب الحياة. برأيك لماذا تنتهي معظم قصص الحب العاصفة بالطلاق والهجر والقطيعة؟